احد محافظات منطقه جازان اللي ايضا انتاج وزراعه السمسم. طبعا تنتج منطقه جازان اكثر من انتاج المملكه العربيه، من نصف انتاج المملكه العربيه السعوديه من السمسم بنسبه تقارب 51%، تقريبا اكثر من 250 طن من السمسم. تنتشر مزارع السمسم هنا في منطقه جازان في معظم المحافظات الساحليه. اليوم نتواجد هنا في أحد المواقع الخاصة بعصر السمسم، معصرة السمسم هنا في محافظة أبو عريش اللي تنتج زيت السمسم. نتعرف أكثر عن زيت السمسم، معاصر السمسم وأنواع السمسم وأسعار السمسم مع ضيفنا صاحب هذه المعصرة الأستاذ عبد العزيز الدبيان. نقول لك صباح الخير. صباح النور، حياك الله، مرحبا وحياكم الله. ودنا تحدثنا عن هذه المعصرة، معصرة سمسم وإنتاج السمسم. هذا معصرة زيت السمسم، تنتج زيت السمسم، نأخذه من المزارع ونجي نعصره هنا في المعصرة ونسوقه في وجوز الزبائن عندنا ونديهم الزيت على طول. نعم، هذه من الطرق الحديثة لإنتاج زيت السمسم. كان أول يستخدم الجمال في العصر، الآن شاهد تم الاستفادة من بعض المكائن واستعطتم بها عن الجمال. نعم نعم. ودنا تحدثنا عن أنواع السمسم هنا، هل هو نوع أو هناك أنواع وأسعاره؟ والله السمسم هو يعتمد على الأرض، على التربة، التربة الطينية يكون السمسم حقها أحسن وأحسن، والتربة الربلية يكون حقها يعني أبيض شوية، لكن التربة الحمراء يكون أسود السمسم حقها، زيت السمسم والسمسم حقها أسود زيادة. يعني كل ما كان لونه يميل للسواد يكون أفضل، صحيح؟ بعض الأنواع، ودي تحدثني عن أسعار هذه العبوات. هذه العبوة اللي هي 25 ريال، اللي هي 60 من اللتر، وهذه لتر ونص 50 ريال، وهذه 3 لتر 100 ريال، وفي هنا 10 لتر 350، وهذه 5 لتر 180 ريال. نعم أخي عبد الله، اختصارا طبعا هذا هو السمسم اللي تنتجه مزارع منطقة جازان، هذا النوع اللي يميل للسواد، النوع الجيد. يمكن أفضل الأنواع حسب ما عرفت من ضيفنا أنه السمسم اللي تنتجه محافظة بيش وأيضا وضامد وصامطة. هذه هي الشوالات السمسم اللي متوفرة في هذا المحل. طبعا الشوال من هذا السمسم يصل إلى 600 ريال. نعم أخي عبد الله. طيب عبد الله، في سؤال أبغى أتوجه لضيفك. في كثير إقبال على زيت السمسم وينباع في كل مكان، تبي في محلات العسل ولا تبي عند العطارين أو غيره، كيف أضمن أنه هذا الزيت ذو جودة عالية؟ وهل هناك إمكانية أيضا للغش في زيت السمسم؟ يعني لو يعطينا بعض الطرق والأسرار تقدمها للمستهلكين. نفس السؤال كنا طرحناه على ضيفنا أخي عبد الإله قبل الطلوع معكم على الهواء، عن ونعيد نكرر عليه السؤال، كيف يستطيع المستهلك معرفة النوع الجيد من الرديء من زيت السمسم؟ يعتبر على الأمانة، أما الأهم شيء يكون عندك الأمانة حتى تذا. أما الزيت ممكن يكون يغشوه، لكن إذا كان في عنده أمانة ما يغش مرة. الزيت معروف، بس اذا هو يعرف الزيت يشم من ريحه، من الريحه اقول اكثر حاجه، من الريحه ايوه والطعم. نعم، يمكن انه من الطرق الحديثه اللي كانت مفيده ايضا للحفاظ على نقاوه ونظافه زيت السمسم اخي عبد الاله، اللي هو الاستفاده من الطرق الحديثه. كان يتم اول عصر السمسم في الاماكن المفتوحه، معرض للاتربه وقليل النظافه، الان يتم في مواقع مغلقه، رغم انه هناك مطالبات من قبل مزارعي السمسم هنا في منطقه جازان بان يكون لهم دعم من قبل الجهات المعنيه في تطوير هذه المعاصر حتى تصبح نموذجيه وبشكل افضل، ويتم تسويق هذا المنتج الجميل والكبير والرائع هنا في منطقه جازان بشكل منظم ومن قبل جهات مختصة في التسويق، يصل إلى كل المناطق في المملكة العربية السعودية.